السلام عليكم الأحباب الزوفلا، وانت تحية كبيرة لكم الكل. كيما راكم إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية. معكم لطفي عن المباشر في قناة المغاربية. نتوكلوا على ربي في حصة جديدة يا خاوتي. اليوم رانا 27 فيفري 2024، العديد من الأحداث صرات. الإخوة نشكرهم على كل الحصص، ونشكر الضيوف اللي كانوا في الحصص تانا اللي يعني بارتاجوا لنا الأفكار تاعهم. وماذا بينا احنا تزيدوا أنتم أيضا تتقاسموا معنا أفكاركم بعد شوية، مش درك، بعد شوية كي نفتحوا الهاتف، باش ما تبقاوش تستناو ياسر في الهاتف ولا مطولا في الهاتف. بعد شوية راح نفتحوا شوية المكالمات ونخليو الناس تتصل عبر الواتساب ولا عبر تليفونات عادي جدا. كي تشوفوا المخرج حط الأرقام حتقول من تما تقدر تتصل، باش ما نطولوش عليكم. ديروا بتي زابينج يا خالتي، نشوفوا وش حالة الأطوال ومن بعد كنرجع. أفلام عالمية تصورت هنا في الجزائر، تبع الفيديو حتى لافا باسكو كاين مسلسل راهو يتصور دركا في وهران. أولا فيلم طرزان اللي تصور في 1932 في حديقة التجارب بين الجزائر العاصمة. ثانيا فيلم صحراء واللي هو فيلم أمريكي تصور في الحدود الجزائرية المغربية. وأخيرا مسلسل برلين الإسباني واللي راهو يتصور في مدينة وهران الجزائرية. شهر ونص من اللي جيت ياخذ جزائر ما فيها والو، جزائر والو، قعدوا كلاوا عايشين غير ولادهم. هذا ما عندي شهر ونص من اللي جيت لهنا. حاجة معليش تقدر تهضر لي حاجة؟ اسكو كاين الفئة دي في البلاد تنوض تشرب الدواء ويقول لك الدولة ما مدارت لي والو. لا لا ما سحبت خدم ما يخدموهمش، ما كاش منها. انت لو كان خدام تروح تشرب الدواء، ما هبو انت وعلاش؟ بسم الله العلي العظيم. هنا في بلادنا يقنعوك ملي تحل عينيك وتبدا تكبر، يحاولوا يقنعوك بلي النجاح هو انك دير ديبلوم وتشري دار وتشري طوموبيل ودير دراهم، وهذا هو النجاح. ولو كان ما ديرش هادو ماكش ناجح. النجاح هو انك تخدم خدمة تحبها. النجاح انه انك تكون دايرين بيك عباد تحبهم. النجاح انه كي ترقد في الليل ترقد بالك مهني. النجاح هو انك تكون فرحان بروحك وفرحان بحياتك، هذا هو النجاح. النجاح هو انك تكون علاقتك مع ربي سبحانه ومع نفسك تكون طيبه. سي سا لو فغي، كيف يقولوا النجاح تاع الصح. سي با انك تشري دار وتشري طوموبيل وتجري ورا الالزاميات وتشري ورا تجري ورا الدنيا، باسكو ملي نحلوا عينينا في الجزائر وحنايا هذا هو الهدف الوحيد تاعنا. لازم ودركا مع لي غيزو عاد الهدف انك تولي معروف، لازم تكون مشهور ولازم تكون الناس يعرفوك ودير دراهم. النجاح هو انك تكون عندك حياه تعجبك تحبها، انه دايرين بيك عباد ناس ملاح، دايرين عباد تحبهم وتحبوك، انه ترقد في الليل ترقد بالك مهني، ما عندكش حوايج تخمم فيهم ولا خايف منهم ولا تسنى فيهم ولا. سي سا اتر دون لا ريوسيت، سي اتر دون لا ريوسيت افيك سوا ومع ربي سبحانه. في البلاد، في البلاد شوف حانوت برك، تجي تقول لي حانوت صغير برك في البلاد ماشي غالي. ايا تروح على صباح ربي الصاد صباح تبكر تجيب خضره وتجيب خضره تعبيها الحانوت تاعك تزينو مليح. شي ولاد حومتك هذوك انسى جيرانك شي كيهاودوا، خذ تعامل معاهم وتعامل ملاحه. ملاحه يا اخو، احنا كنا نخدموا مارشي تاع باب الواد ريبو، قال لك انتم ولاد باب الواد ما تخدموش، شوفوا فينا عرايا. وجميع كارتي بوبيلا الكبير باب الواد وهران عنابه يقول لك هادو عرايا يشربوا دواء. هما اللي عرايا، الدوله اللي عرايا، يوم ماشي احنا اللي عرايا. السلام عليكم. هنا في النوفال فيل في السكوار، اصحاب الحوان تم يشكيو قال لك التجاره عندنا ميته خلاص. قال لك حابسه خلاص، لا بيع لا شراء. قال لك اللي يستفتح هو الطفل جاي الفيلم، مين عارف كاينه من ها ما فيش كيو بك يزاقو بالباع يبكيو بالباع يبعدو في العين على ارواحهم. المهم هي قال لك التجاره ميته، ايه بارتو ميته. وش هو قال لك انا تاني في السكوار ما التعليم خلاص. قال لك من الحوانت فارغين راني نزومي كانش والو حتى اللوفا سوق ميت. قال لك هذه خلاص لا بيع لا شراء، كل تفرج مع بعضها كثر القش كثر كلش كاين كلش بالدوب. تخرج تحت الدار تلقى السلعه ما كانش، حبست التجاره حبست. وي بارتوا اي في كل بلاصه، ربي يجيب الخير وخلاص. انا نبدل السمعه ما على باليش انا واش نخدم، نبدل حرفه وخلاص. كرهتونا والله كرهتونا. السلام عليكم خوتنا الخضراء، رمضان على الابواب، ما كل العفيس العيانين تواكم خوتنا، ما كل ديروا لنا الخطه وتزيدوا ديروا لنا الكونتر خطه. الخطه اللي هي تحط لي حبه المليحه ديرها لي في لافون، والخامده ديرها لي في يدك من تحت. لنا الكونتر خطه لينا، ما تعقدليش الساكه زوج عقدات هكذا باه ما نشوف شويه جديد حتى نوصل للدار. ما نخدمش عند العرب في اوروبا، العرب ما نخدمش عندهم، نخدم كان مع اليهود والنصارى والكفار والذين كفروا، هذوك نخدم عندهم.
لأن اليهود والكفار يخلصوك في عرق جبينك على دير مليك وما يذلكش وما يستعبدكش وما يستغلكش. نخدم عند واحد يهودي يعطي فيه في 300 يورو في النهار، وتخدم عند واحد عربي من الأقارب ولا الأصدقاء والمسلمين أوكي يعطيك 30 يورو ويستغلك ويشدك تخدم من الصباح لليل حتى لظهرك يتطبق ويحسدك ويبغضك وما يحبلكش الخير. خذوا مني نصيحة، لا تشتغل عند العرب في أوروبا، اشتغل مع الذين كفروا ومع الكفار. على كل نقطة غبرة في وجهي يخلصني على داير مليب ويحترمني ويجيب لي قهوة ويجيب لي شوكولاتين الصباح ونخدم على روحي واني متهني لأن نعرف مش بيشاكلني في فلوس. نصيحة، لا تذهب عند الأقارب ولا تشتغل عند الأقارب في أوروبا، ونخدم 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 حتى ظهري يتعوج وما نمدش يدي للبشرية ونعيش راجل وخبز نجيبها حليلية بعرق جبيني وبعيد عن الأمة العربية نهاجم في أرض ربي واسعة والحمد لله. كلمة شمتة لا توجد إلا في اللغة العربية، جميع اللغات الأخرى ما عندهمش كلمة شمتة، مش داخلة في أخلاقهم، مش داخلة في فلسفتهم. الشمتة كيف تجي ترمى الفرنسوية يلزم تعمل جملة كاملة، أي الاستمتاع بالمصيبة التي نكب بها غيره. يعني زايدة يلزم جملة كاملة. يبقى لي حل فريد، راح نسب الرئيس تاع كوريا ونحرق له العلم تاعه، هذا راح الريسكي بك بالله. خلي باقي لكم فريجيدار ولا صاروخ ولا خلي موش وبلكش ما تطلع بذرة أخرى جديدة. ثاني كي يبعث نقول له يبعث صاروخ زي اللي يخلي والو لا شجرة لا حجر لا حديد على 200 قرن. فوالا يا خاوتي، شوية ابتسابينك، شوفوا الأحوال، شوفوا شوية الجزائريين ولي مونتاليتي تاعهم كسوا في الداخل ولا في الخارج. ونرجعوا شوية للأحداث في الوطن. البارح تكلمنا بزاف على تدشين هذاك الصرح وذاك الجامع الكبير اللي هو قلنا ماهوش غير قاعة للصلاة، راهي جامعات تخرج دكاترة، فيها دي زونفي، فيها دي ستوديو، فيها مكتبة كبيرة، فيها دار العلم، فيها دار القرآن، دار الحديث، راهي بحر يا خاطي، راهي بحر، ماهيش فقط استثمار من أجل الصلاة فقط، لأنه راهي حاجة يعني. والعلماء يعني العديد منهم باركوا لهذا الشيء. وقلنا في نفس اليوم لو 26 بعد كانت المحاكمة، وقف أمام العدالة هذاك الإمام، يعني حدث تقدر تقول يعني ديني يعني أون باراليل، ليعكس الفرق يعني بين المعاملة في الإسلام والمعاملة يعني كي جاوا العلماء وبناوا كل شيء. يعني دوز ايفينمون لي بارادوكسال، يعني من جهه تشوف تقول هذه البلاد اكيد انها تطور الحاله ودينيه ومحافظه، او ميم طون تشوف امام يعني مسكين ما 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 ارتكبش حاجه كبيره يوقف امام العداله. وشفت امام الوالده تاعو بابارامون السيده هذيك المره الكبيره يعني اللي تاثرت وقالت وقالت وقالت. اليوم ما زالت ردود الافعال كثيره يا خوتي، واحنا لا نستغل في الوضع، بالعكس احنا يعني هذه ظاهرة صارت نحكيوا عليها من باب حكم أننا إعلاميين ونتكلموا على هذه الأمور. شفت إمام، سمعت إمام من نفس الجهة من وهرن بعد تكلم على زميله هذا الإمام، وبحكم الصداقة وبحكم أنه الأئمة لازم يساندوا بعضهم بحكم تنوير الرأي العام. نسمعوا وش قال في القضية. هذا الرجل إمام من مجد علي بن أبي طالب، أنا أبلغ المسعون الناس كثير ممن يحبني ومن لا يحبني، ممن يحبه ومن لا يحبه. احنا هذا المنبر لابد ان نقول كلمه الحق في هدوء، بهدوء. ما يقارب 50 سنة والرجل يدعو الى الله عز وجل ويبلغ رسالته ربه، وكان له فضل كبير في استتباب الامن في هذه البلده في هذه الولايه. كثير من مره عندما تكون فوضى في الرياضة ينادوا لي أنا هو، عندما كانت المشاكل الاجتماعية تاع السكنات هدؤوا القضية، رانا هنا من أجل وطننا حتى لا تحرق بعض الأشياء والرموز، رانا هنا. هذا الرجل ولا يا خطي اعتذر فقط على هذا الخلل الصغير. دونك هذا الإمام اللي هو يعني زميله كلم باللي يعني
امام هذا تاع وهر اللي حكموه يا خالتي، يعني معروف بالاخلاق تاعو 50 سنه دعوه، معروف انه كي تصرع مشكله يروح يحلها بالتي هي احسن، معروف انه يحب الوطن، معروف يعني ما تقدرش عجل بين قوسين سيدي نقولوا غلطه سيدي، هاي معلش نقولوا غلطه، يروح الى هذه الدرجه، فهو معروف خاصه كي تقع مشكله في الفوت، مشكله في عديد من الامور، منذ القدم كان سباق للخير دون ان يطلب مقابل ودون ان تكون هي في اطار المهام تاعو، ولكن كان يديرها ك يعني كانسان يحب الوطن تاعو وللدعوه ايضا. نسمعوا لا سويت واش قال واش رايه على ما قاله الامام في حد ذاته. تفضل خويا. اخطأ، نعم اخطأ، وكاع نخطئوا، كل انسان يرتجل يكذب هكاك كيما انايا يخطئ في التعبير، حتى النحويين نخطئ، النحو خطأ ولا نخطئ، ماشي حتى نخطئ، احنا بشر، لكن هل الخطأ يرتقي الى انه اضر بالوطن؟ لا، لم يضر بالوطن، لا بامنه ولا باستقراره ولا باقتصاده، خطأ، فلتة لسان عارضة يقولها أي إنسان، ربما أنا قلت أكثر منها كاع مرة معي، أنا بشر. والله يا خالتي، يعني في مجمل المفهوم تاعو يعني أنه انتقد، نعم ربما غلط في بعض المصطلحات، لكن هذاك العمل ما يرتقيش لدرجة أنك تروح تحاكم كل شيء، أنه ما هدد لا استقرار الوطن، ما خلق فوضى لا والو، عبر ربما كانت الألفاظ ولا الكلمات ماهيش في محلها، ربما هو حسب ما يقول، لكن يعني هو عبر فقط، يعني ما أضرش بالوطن صحيح، ونشكر الإمام على هذا التدخل، لكن اون باراليل يا خوتي، عم بالك باللي كاينين شباب كيما هذا الإمام راهم في السجن اليوم؟ عم بالك باللي كاينين يا شيخ يا أستاذنا يا شيخنا المحترم، كاينين شباب صغار، كاينين نساء مرضى أمراض، كاين ناس كبار مراد مساكن بكلاويهم وحالة ودخلوا الحبس على أقل من هذا، على جال بارطاجا فيديو ولا دار جام وتعبيره لم يهدد الوطن ولا استقراره ولا شيء، كان مخالف كما الإمام للرأي تاع هذاك المسؤول تاع المنطقة ولا، فلماذا يعني عم بالنا حكم زميله وتكلم عليه صح بصح، الإمام اللي تونو يحضر الحق على الناس كل، هذه هي ما فهمت، يعني الأئمة كي يحبوا يهضروا على الحق ويدافعوا أم يهضروا، عندهم شجاعة ونحترموا شيوخنا، لكن لماذا إمام وليس طالب جامعي واحد آخر مسكين اللي أمره في الحبس، وليس واحد كما عائلة رياحي مساكن كلها في الحبس، وليس واحد كما إبراهيم الإعلامي مسكين محترم ومتربي، وليس كما كيما كيما والعديد بلا ما ننسى، يعني خونا تجدي بلا ما نسميش لأني ننسى، علاه يعني هم أمرحوا لنفس الشيء، هما تانا طالبوا يعني كما انتقدوا كما انتقد الإمام بطريقتهم، لكن علاه ندافعوا على هذا وما ندافعوش على هذا؟ الله أعلم بحكم بلك الصداقة، لكن إمام نورمالمون، على كل حال حنا نحترموا الإمام ونشكروه، ونزيد نشوفوا مام الجيران تاع الإمام وكل تحركوا يا خاوتي وقالوا محسوب نفس الكلام. تفضل خويا المخرج. السلام عليكم أحبابنا، إمام قال كلمة حق راحوا دمروه للحبس، ربي في القرآن الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون، كلام تاع ربي واضح وضوح الشمس، هذا الإمام خدم خدمته أدى الرسالة تاعه، قال كلمة حق راحوا دمروه للحبس، بصح لو كان صفق لهم ولو كان طبل لهم ولو كان استغل المنبر تاعه لدواعي سياسية ولا سياساوية هنا يصفقوا له ويكرموه كما داروا مع بزاف تاع أئمة، بصح هذا من خرج راجل وفحل وفيه خوف الله عز وجل وراه عارف المسؤولية تاع الإمامة، عارف شادر ما بغاوش كيما هكا هما، مين استنكر هذاك الفعل تاع بعض المسؤولين اللي يخرجوا ويخرج معاه عرام تاع الناس الواطا والجيلوفار وليغارد كور ولا بوليس والحبوبة والدنيا مقلوبة، تحسب انت رئيس أمريكان جو بايدن هو مسكين كيما يقول لك هذا المسؤول حاجه ما يديرهاش، حاجه ما نجحش فيها، فشل في كل شيء، من هذا الكلمه حق راح يدمروه للحبس نورمال، سما انتوما ما كاش اللي يهضر معاكم، المواطن البسيط ما يهدرش،
الإمام ما يهدرش، المثقف ما يهدرش، الطبيب ما يهدرش، الطالب ما يهدرش، السياسي ما يهدرش، تهضروا غير انتوما، وغير انتوما اللي عندكم الحق، واللي يجي كونتركم صاي تصوروك اللي الشيطان وتروحوا تنتقموا منه بجميع الاساليب. الله المستعان خوتي، انا من هذا المنبر نقول بلي راني متضامن ومتعاطف مع هذاك الامام، باسكو هذاك راجل في زمن قل فيه الرجال. الله المستعان خوتي والله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يا درا ماميدو برا وصحاب لي لايف تاع شكيل غير شكيل وتطيح وكاع، يا امام تاع الحمري راه في الحبس. شو كي قال شو كي دايره؟ هذا امام راه في الحبس. انا برضو هذا امام انا ما نتفاهمش معاه، بصح انا هضر صح، كبرت انا عندها في الجامع هذا وتعلمت الدين عندها في الجامع. هذا من عائله مجاهده، بوه وعمه وجده مجاهدين، هذو ضحاوا على البلاد. هذا من ناضت في الحمري مظاهرات على 2008، غير هو اللي راح وقف في الحمراوه وبرد الدعوه وهداها، وثاني تاع السكاني وهذا يبغي بلاده. هذا السيد كي دروك ديته وبنته، ديروا في بالكم بلي كاين 1000 عائله من المورا غادي تغبن وتنضر، حاج ديجا كان داير مشروع تاع 1000 قفه. خوتي عندنا كامل ثقه في السلطات تاعنا بلي غادي تشوف فيه بعين الرأفه، بعين الرأفه والله ما يستاهل، اقسم بالله غادي تشوفوا لي كومونتير وتعرفوا. حنا عندنا كامل ثقه في السلطات بلي ستتخذ اجراءات تخفيفيه عليه. تحيه الجزائر شعبا ودوله، الجزائر بلاد الرجال اللي عمرها لا ينضم فيها الرجل. نتمنوا ان شاء الله افراج عام. نادي على الجانب بغينا ودخلوا قولوا لي كومونتير وخاوتي بارطاجوا لنا هذا الفيديو، راه امانه في رقبتكم. لقى الصوت تاعه ياسين وراكم سمعتوا. طبعا مشني حاب نستغل، يعني كي مشني الناس شارون يار قالوا نستغلوا الوقت والناس اللي تهضر باش نزيدوا نكبروه، لا ابدا ماهوش خلاص هذا موضوعنا، حتى انا كنت قادر ما نهضرش عليه ولا ما، لكن احنا ندافعوا اولا وقبل كل شيء ميزابار الامام على الصوره تاع الجزائر، على الشرف تاع الجزائر. تقدرش تنزل، للاسف ما يقدروش المسؤولين ينزلوا البلاد لهذا المستوى وان حتى امام تعتقلوا، عيب شويه احترام. ثم الطالب نقولوا سيدي دهر طايش، الاستاذ نقولوا دهر مهبول، الطفله سيدي والحرمه وشفنا قداه قول الله غالب، المراه كبيره مريضه كما يعني وتزيد تدخل عند المريض، حتى الامام ثم ما مسلك حتى واحد. الامام يشهدوا له كل، يعني حتى اللي ما يتفاهموش مع افكاره ويعترفوا به انه انسان تاع خير، ما يستاهلش، يعني ما تقدرش ترجع الحبس، يعني اللي كل من يختلف معك في الفكره ولا في الافكار ولا في التوجه ولا هدر كلام ما عجبكش، لا السجن او معمول الامور اخرى، الجرائم والناس اللي يعني تتعدى على حقوق الناس وكل شيء. هذا مد رايي، هذا رايي، الراي لا يقتضي سجن، وما هوش دعوه الى التجمهر ودعوه الى كلام ابدا. شفنا كي غير السفارة الأمريكية ممزد لحكتها اليوم، الله أعلم السفارة الإيطالية قالت باللي الجزائر مخروبة ما تروحوش لتندوف، قالت للرعاية تاعها وجبنا الصورة وجبنا الارتيكل وقالت باللي تندوف فيها اختطافات والجزائر راهي مخلطة وما داروا لها والو. والإمام واش دار مسكين؟ دار هدر برك على ذاك الكرنفال في دشرة اللي ديرو، قال من باب الاحترام المواطن واحترام الطريق وكذا وكذا وكذا، فهذا تم ما يهدرش عليه وهذا تم يرمي خلاص في الحبس وخلاص نطلبوا 18 شهر وخلاص غرامه. واش هيبه الامام في المجتمع لازم تكون عندها قيمه ولازم تبقى بقيمتها. اذا الامام تبدا تبهدل وانت في السجن وتبدا هكا ما تقدرش، هذا تسمى حاجه من توابت الامه. الامام الناس بكري كي تقول روح للامام نشكي ولا كذا كانت عندها، فمن فضل السلطات الجزائريه حتى احنا نطلبوكم يا سيدي مادام عدتوا تحبوا نحاولوكم وتحبوا هكا من فضلكم وعوجه ربي، وكتحبوا الناس كي يبعثوا لكم رسائل تاع ربي يحفظكم وشكرا وانتم هما كلش وكشغل ملوك فوق الارض. يا سيدي ما تشوهوش صوره الجزائر وما تشوهوش صوره الامام، صورتكم عم بنا بها مشوها برضو بحكم انه العديد من الجنرالات راهي في الحبس، يعني شوهتوا المؤسسه العسكريه بالجنرالات هذيك اللي سرقت وضخمت والصوار هذيك، عدنا نحشموا حتى نقولوا عندنا 30 جنرال في الحبس كي شغل نلعبوها ما عم بناش برك، ما كانوا في مؤسسه واحده اخرى وفي منظومه واحده اخرى في عالم اخر في نوتر ديمونسيون. دونك احترموا برك الامام خاوتي وان شاء الله يسلكوا على خير فوالا، ونشكر الناس اللي تضامنوا معاه. وهذا واش حبيت نقول في الفقرة الأولى بركة، ربما ما نعرف الوقت يكفيني لا، لكن حاب نخش ديريكت في الفقرة الثانية قبل ما نفتح مكالمات سي تري امبورطون. عندي ياسر ما هدرتش عليهم، كاينين ناس مساكن مازالوا ما خلصوش يا خاو،
عمال في نجيب لكم ديروا الوقفات والوقفات حتى الناس كرهوا مني، ولكن ما نقدرش انا نتجاهلهم. هذوما ناس جزائريين ومن طبقة يعني متوسطة سيدي، باش ما نقولوش يعني طايحة، وما لحقوش مساكن مع الأزمة، و مساكن دير وقفات واحد ما يحكي عليها. كيف هذوما عمال النظافة جهة عين بيضة؟ كيف كيف؟ تفضل خويا المخ. الحاجة الأولى كونترا أوفر، الحاجة الثانية نبذلنا المطالب هذه، المطالب مشروعة، المطالب هذه لو كنا لك والو كيما المؤسسات الكبرى، عطينا خويا دي بري تاعنا ورفع الأجور، زرتوا الأجور، الأجور هذا درك خصهم يكون راهو في الأجور، إذا كان اللي يكون من 2019 بدينا احنا 2019 في كورونا وقفنا معاكم في كورونا، ونظفنا البلاج في كورونا وعقمنا في كورونا ودرنا كلش في كورونا، ودرك كي الحق الصح قرارات تاع الرئيس ما حبوش يطبقوها، حبوا كونترا اوفير هذه الاولى، وعندنا زيادات، عندنا الاتفاقيه الجماعيه احنا ما عندناش، لازم تكون اتفاقيه جماعيه في مفتشي في العمل باش على الاقل يزيدونا، عندنا ثاني كورونا، كورونا احنا دينا برد خسرة، وحنا عمال نظافة احنا خدمنا في كورونا وغلبنا ومرضنا، كاين اللي مرض كاين اللي زواورا ما خافي، كورونا هذه اعطاها لنا الرئيس، احنا دينا نص والباقي ما ديناش. قلنا قرارات الرئيس بي ار سي هي الاولى، بريم روندمون كوليكتيف، مردوديه جماعيه، وين المردوديه الجماعيه؟ ما عندناش. بي ار يعطيني فيها 100 لوسخ، انا نخدم فلوسخ تعطيني 90 تاع لوسخ، كيف هاني انا نخدم فلوسخ بعد ما تعطيني 90 تاع لوسخ؟ شفتوا يا اخي عمال نظافه في اضراب تسمى، اذا عامل نظافه دار لك اضراب راحت البلاد اخي، كيف الناس حتعيش؟ عاد لك عامل نظافه يهدر مع المسؤول يقول له طبق قرارات الرئيس، حد مش قادر يطبقها الرئيس، الرئيس الله غالب قال لك انا هدر، هو تانا قال لك الله غالب انا المت قرارات ما يطبقوش، واش حندير لكم؟ ناض المواطن يدير اضراب باش يقول للاخر، واش اصحابي شكون يحكم في البلاد هذه؟ شكون يحكم؟ اذا كان الرئيس قال لك الله غالب انا قلت له ما حبش الله غالب، والشعب اللي نورمال ما يحكم قال لك انا تانا نطلب منكم، شكون هذوما اللي قاعدين يحاكمين البلاد؟ شكون هذوما اللي قاعدين يعييو في المواطن مسكين يمرمدوا فيه كيما هك؟ القرارات كاينه و فهمش. وهذا اليوم الرابع، الله يحفظك، من بعد نكملوا الفيديو ماشي درك، اليوم الرابع امام يهدر كلمه يتخطف من داره اليوم لذاك بعده ويطلع ويتحاسب سي بون او في الحق. والناس هادو ما يديروا اضراب يوم ثلاثه اربعه وهما يستناو مساكن وفي المطالب واحد لا سمع بهم، احنا تما نسمعوا غير تما، هذه لا تهدد الوطن، هذه النظافه وهاد الناس مساكن مرميين والعائله تاعهم، هاد سي با يرجون، هم قاعدين هم كاش ما يعقبوهم شوية عدوك نشوف، لا لا ما يهتموش بالأمور هذه كيما الأمور هذه، تمام. مهني الإمام مهني عام النظف. على كل حال نفتحوا شوية مكالمات باش ما نطولش في الهضرة، ومن بعد نرجعوا للإضراب هذا تاع عمال النظافة ونشوفوا وش ناقصينهم وش أصلا وش طالبين، لأنهم عندهم المنحة اللي وعدها لهم الرئيس سورتو تاع عمال النظافة كان شفوا عليها تاع الكورونا وركز عليها، قال لك الدركة ما شفناهاش. والله ساعات تعيا يا خالتي. تفضل اخويا المخرج، معنا اخونا رضوان من الجزائر. السلام عليكم يا سي رضوان. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اخ لطفي لاباس؟ مرحبا بك، الله يحفظك يا سي رضوان، ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله ربي يحفظك ان شاء الله. الله يهنيك يا اخي، حبيت ان نشارك على الحادث تاع الامام اللي صرات له هذا. تفضل تفضل يا الاخ الكريم. انا حبيت نقول باللي الامام يعني معلمته انه يعني على الفساد هذا تاع الولات والله تاع الرئيس والله تاع الدوله والله اي فساد كان، واش الانسان هو غلط يا الاخ لطفي؟ غلط نورمالمون في الحقيقه، راه قال باللي راه سرق مش عارف شحال المبلغ اللي سرقه الوالي على الإمام، حدد حتى المبلغ. إيه وغلطة باش تحدد المبلغ، يعني لازم تكون عندك أدلة وتكون صح. ولكن هل هذا يهدد استقرار الوطن؟ الإنسان لا لا ماشي لهذه الدرجة، ولكن يعني هو راه إمام، يعني وش رانا نهضروا، راه حاكم المنصب تاع الرسول صلى الله عليه وسلم،
راه يطلع فوق المنبر وراه فهمتني عنده اولويات له انه يدرس التوحيد يدرس رانا نوقعوا في شركيات اعظم من شو يسرق الوالي هذايا حتى الوالي يجعله سرق كان يعني ناس مخولين لهذا الشيء على الاقل تكون ادله هو يعني راه اتهم السيد وهذا الوالي مهما كان الصفه يعني انسان راه انسان كيما احنا يعني تتهم انت بلا دليل هكذا يعني تقول راه سرق مبلغ كذا وكذا يعني من غير دليل يعني في الجامع ولي من راك تخطب على ناس يعني بسطاء مساك تك تقول لهم الوالي سرق كذا وكذا وسرق كذا يعني وراي الفائده هنا يعني مع المجتمع مع المواطنين كتقول لهم هكذا وراي الفائده والله اعلم يعني فهمتني بارك الله فيك فهمتك يا رضوان فهمتك يعني على شكرا الأقل تفضل هاي تكون فيها أدلة وتكون وزيد نهضر برك على الجامع هذا الكبير تاع الجزائر يعني فضل. يكفينا شرف شوف ما يهمناش احنا واش شكون اللي دشنو ولا ما دشنوش احنا المهم يكفينا شرفا انه يعني دشنوا مسجد الله يبارك في مكان لأقدم كنيسة في إفريقيا الله أعلم المهم كانت كنيسة هذه والله أعلم يكون جامع يعني وتكون منارة للإسلام والمسلمين أحسن وأحسن إن شاء الله دوك ما يهمناش كيفاش دشنوه وعلاش دشنوه يعني ما ندخلوش في التفاصيل هذه والله أعلم شكرا خويا رضوان دقيقه خويا المخرج قبل ما تبعث لي واحد اخر لانه مهم النقطه يعني هذه نحكيو على الامام برك الامام ما تهمش الامام لانه باش نحن ندخل في التفاصيل ولكن تم اعلان احد المبلغ مالي اللي صرفوه على الفريق على السبور بين قوسين وهذاك الفريق تم التعطل وراحوا السوارد هذوك هو الناس كل عم بالهم بها في وهران انه الفريق هذاك دخلوا فيه ناس وتلاعبوا بالاموال ومام الوالي عيا منهم وكراه منهم فهو دعم هذاك الفريق باموال والاموال هذيك راحت تصرفت على اللي جوار وتودرت فهو حكى على التبذير يعني قال راحوا طاروا سوارد اللي هما اموال الشعب كان من افضل انها تستثمر في امور اخرى والقضيه كانت معروفه يعني عند الراي العام وما جابش يعني ادله ربي يحفظك يا خويا رضوان ونحترموا الراي تاعك جوست باش قاعد تتكلم فورماسيون اسمح لي ونزيدوا خونا جمال من خنشله سي جمال انقطع يسمح لي خويا جمال عبد الكريم من الجزائر السلام عليكم سي عبد الكريم السلام عليكم واش راك خويا لطفي لاباس الله يحفظك ومرحبا بك لاباس خويا لطفي الله يسترك اهلا وسهلا نحييك ونحيي كل العمال المغاربيه وخوتنا في الداخل والخارج مرحبا يا اخي لطفي انا نظن ماشي تصريح الامام هذا على الاموال اللي داوها ولا هو الامام كي قال باللي الوالي واش يكون الوالي هذا اللي يخرج بالسيارات ويغلق الطريق هو على جال هادي هذا ما كان هي هادي صح هادي هي ما كاش خويا لطفي احنا على بالك يحبوا العنطره احنا عندنا مسؤولين يحبوا يتعنطروا على الشعب يحبوا يوروا رواتهم باللي يعني كي يخرج والي لازم كل شيء يتغلق ولازم ما يديروا له راك تعرف المهم خويا لطفي بصفتي عام النظافه يا لطفي والله غير اليوم جبت لنا واحد الموضوع هايل خويا لطفي شوف يا خويا لطفي عامل نظافة في الجزائر ما عنده حتى حقوق شوف يا اخي لابوليس داروا لي مارش والاطباء والاساتذه والدنيا هذو كاع عطاو لهم حقوقهم عامل نظافة مسكين في الجزائر مهلوك لدرجه ما تصورش خويا لطفي لا لبسه لا ما عنده حتى حق شغل هذاك يحسبوه فيه شغل حيوان اكرمك الله ينقي لهم وخلاص هذا ما كان يطيحوا عليه بالخدمه لا شارج زوج عباد يديرهم في كاميو يخدموا به 70 قنطار في الليلة يرفدها على ظهره مسكين لي باق مكسرين الروادي ما يمشوش ما كاش مسكين وين يتعلق في الكاميو من اللور يظل معلق بيديه يتقطعوا ما عندوش ليقو ما عندوش صباط ما شوف يا ودي عذاب اللي يخدم في النظافة ويحل فمه خويا لطفي شو هذوك اللي وراهم يهضروا في الفيديو زعما يريكلامي وهذوك الزوج الاولين مساكنها مطارو هذوك دير مليح في بالك باللي بعد ما تفوت الحاله وتبرد مساكن هذوك يا اما يلقاو رواحتهم برا محاوزين ولا يا اما يبعثوهم كاش بلاصه ما تعجبش يرموهم يديروا عليهم لي شارج يتبعوهم يكثروا عليهم الخدمه حتى مساكن يديميسيوني ويكرهوا يهربوا ما عندنا حتى حق في الجزائر سيرتو عمال نظافه محقورين لواحد الدرجه نقول لك العبيد تاع بكري في زمن العبوديه ماشي هكذا والله يا خويا مانيش نبالغ والله ما راني نبالغ
راني خدام 10 سنين في النظافة، أقسم بالله ما راني مبالغ يا خويا لطفي. أسغ يجيبوا لك مسؤول زكارة، شوف يدير فيك زكارة يكره لك الخدمة حتى أنت وحدك ديميسيوني. إذا كنت إنسان ما تحملش وتحب تهضر على حقك يحاوزوك. شوف خويا لطفي أنا نضرب البالي دوكا، راني مبالي عندي ليجي لور ترونسبور سيمي كلش عندي كاتيجوري، بصح باش نطلع ولا نخدم في الدومة اللي نقدر أنا نخدم فيه لا لا خويا لطفي، يعبزوا عليك يهبطوك يعفسوا لك على راسك ويديروا ناس هاك شو هادو تعمي تبون وبصبع الازرق، هادو هما اللي راهم يحكموا فينا. باش تكون ما تخيرش كي تشوف واحد يقول وتحيا عمي تبون احنا مع عمي تبون، هادوك اللي يقولوا عمي تبون هما اللي معافسين علينا، هما اللي راهم دايرين فينا الباطل، هما اللي كي تدخل للاداره باش طوموندي حقك يعفسوا عليك، كي تروح تدير وثيقه يعفسوا عليك، هادوك هما اللي محابين البلاد تبقى هكذا بيروقراطيه وفساد وخلاط وتبقى الانسان للمواطن يبقى يبكي يبكي يشكي ما يلقاش لي مني يروح يدير مظاهرات يضربوه. هذه هي باش هادوك بصبع الازرق هادوك هما اللي محاكميننا خويا لطفي، والسلام عليكم وربي يعاونكم. وعليكم السلام، شكرا لك عبد الكريم. نتوقفوا هنا خويا المخرج، اذا يعني ما لانه كلام مؤثر، هذه الفئه اللي نحتاجوها في المجتمع تاعنا، ما نقدروش نستغناو عامل النظافه يا خد، وعملنا فئه محقوره وتخدم في ظروف، لانه نعرف المواطن بين قوسين كيفاه يخمش، يعني ما نكذبوش على روحنا، احنا نعرفوا الدنيا كيفاه، المراقي في الشكاير وهذيك الفضلات الكل تلقاها مسك، هو يخدم في هذاك تما عنده نورمالمون ستاتيو سبيسيال، وعدهم تبون خاصه في الكوفيد هذاك، يعني اعطاه ما فهمناش علاه ما طبقتش، ما فهمناش والله ما فهمناش ظروف اللي يخدم فيها عنده الحق، كارثيه كارثيه كيفاه ما تطورتش في عهده كامله، من نقولوا قبل كان بوتفليقه ودرك عهده كامله يا خد. الدول الافريقيه استفادت من الخير تاع الجزائر الله يبارك، لانه الجزائر طورت في هذا المجال ولا تتصدق وتمول ولكن العامل النظافه مسكين يشوف الصور تطير هو ما زال معلق في الكاميون مسكين بلا ليغون. نسمعوا لا سويت وش هي النقائص اللي عندهم. تفضل. حماين من 2019 ما تقرساو ما تخدموا ما تنظفوا ما تنيطواياو، تجي فايت على واحد يقول لك اخويا ما تعصبليش انا الكاميو راهو يطيش في الخماج، لا لي بروتيج انديفيديال ما كانش، وسائل حمايه شخصيه ما كانش، ليغو ما كانش. نحبوا نخدم، نحبوا الشركه تاعنا، نحبوا الشركه تاعنا، نحبوا نخدموا. تبيو لنا الطلبات نتاعنا، اقسم بالله في رجليله كانوا برتاش نظيفه كيما كان، ترجع نظيفه كيما كان، هم خدام الكل، عين مليله، عين البيضاء وام البواقي. نخدموا كل دركا كون يخرجوا، دركا كون يخرجوا. تبيو لنا الطلبات نتاعنا، درك بعد بالقش نتاعنا روحوا نخدموا، درك في الحين، هم خدام الكل، عمال الكل، 400 ألف خرجوا، درك بعد نخدموا. ما كان والو في البلاد هذه، ويكذب علينا ويهين فينا، والكونترا سنينا بالتهديدات، تهضر معاه يقولك بوقف، تهضر معاه واحد لا يحل علينا الباب، حاقرنا كلش قافلين، ولا طلبوا من الشعب والسلطات يعاونونا في هذا الظرف. احنا ماناش حابسين على العمل كي طالب لنا بالطلبات نتاعنا، يعطينا حقوقنا من جهه الشهريه والكونترا، نخرجوا نخدموا راي سلميه. هاكم سمعتوا، حتى عامل نظافة بالتهديدات، عامل نظافة بالتهديدات، خاطيه سياسة خاطيه كل، قال لك نخدمو احنا تسمى ما بعد تمرميد هذا كل كون يعاودوا الكونترا ويسينو يعطيهم حقوق ويرجع يخدم عادي، وتزيد تهدد فيه كيما قال لك عبد الكريم تسمى، وقادر تسمى يكره له حياته حتى يعود يبطل وحده، يكره له حياته يبقى فوق راسه برك، يعني وعلى هذا كل وش رابحين يعني، يعني كي تستغلهم هادو مساكن يعني راح تربح مكان والو تما، او بيك ولا بلا بيك، دولة اللي قاعدة تخلص راهو يقدم فيها خدمات يعني عمومية تاع يعني سيرفيس بيبليك، هذا تما عنده بيجي خاص ليه باش يخلصوا ما تحير ساعات يا خد، تقول يديروها مكره ساعات يعيطوا ناس ويقول لكم يكرهوا الشعب، يعني ما نهدرش على السلطات ولا يعني كاينين عباد حاكمين دي بوست يحتقروا العباد دو ناتور، ما دخلهاش في السياسه، هو مربي كاك يكره يغير ما يحبش يبغض يتكبر يكره يحب يمكر فيهم،
بالك هو عنده مرض نفسي، فيطيحوا غير في هذه الفئة مسكينة في المجتمع، يزيدوا يعفسوهم. وش عندهم ساكن يوقفوا يديروا وقفه هك؟ هو هلا غالب يعني، كون شات كاينه السلطات من الدوله من الفوق مديه الحقوق ومشجع النقابات. احنا حتى العمل النقابي يا اخي شفتوا نهار ريفوتي وزادوا غرقوا عليه. هذا الوقفه قادر كل تحته، لانها بلا اوتوريزاسيون تكون تتبع هذه الوقفه. لازم اخي يقولوا وقفه، عطاها قال لهم يعني في البرلمان المشروع تاع الحكومه لازم تحط دابور لوتوريزاسيون ويعطيه، وكابري قال لك 3 موا باش تجيك لوتوريزاسيون، والا فالوقفه تاعك غير قانونيه، وهذاك اللي عفسك يدي عليك الحق حسب القانون. منا تكوي منا تشوي كما يقول، والانسان عادي يتاسف عن هذه الامور. نزيد برك وقفه اخرى برك، وما نزيد نكسر لكم راسكم يا خالتي بالوقفات، نحط مواضيع اغلى، نفتح المكالمات، زيد لي هذه الوقفه تاع الناس هذو اللي ما خلصوش عندهم شهرين اخويا. تفضل ليزاجون. هذه وقفه احتجاجيه سلميه، نحن عمال الشركه والحراسه للامن التابعه للديازي المتعاقده مع شركه جي تي بي للاشغال الكبرى، الابقاء على الراتب الشهري السابق الذي كنا نتقاضاه مع الشركات السابقة، الإطعام والإيواء، تحديد يوم لصب الراتب الشهري، والظروف المعيشية التي نعيشها هنا في العمل. وبناء على هذا نحن نطالب من كل المسؤولين وعلى رأسهم السيد والي ولاية أغواط التدخل العاجل العاجل العاجل. هذه رسالة لكم سيدي والي لإنصاف مجموعة من الأعوان، وهي 200 عامل. والمشكل الذي أجج الوضع أننا في مدة شهرين لم نتقاضى الراتب الشهري، والمسؤول المباشر هنا لشركة بي اس جي يقول بأننا لا نملك المال. إلى متى هذه المعاناة؟ إلى متى هذه الحقرة؟ إلى متى هذه البيروقراطية في الشغل؟ لذلك نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل لإنصافنا في قضيتنا هذه في أقرب الأجل. الى اخره. هي خاوتك مع بالكم كاين العديد كيما هكا ما خلصوش بالشهرين بالثلاثه بالربعه، مساكن عندهم غير درك الفيسبوك والتيك توك، هذا باش يعبر عن رايه. ما كان لا نقابه، ما كان لا يعني، ربي يجيب الخير، ربي يجيب. ماش نسودوا في الوضع يا خاوتي، ولكن احنا نعتولكم لكم بركه وش صاير في الجزائر هذه تاع المستضعفين، اللي مساكن ما عندوش وين يهدر غير يشعل التليفون هذاك بالجوده هاك تشوفوا فيها كيفاه، باش يقول لكم يا خالتي سما راني ما خلصت الشهرين وما عنديش كيف نعيش الدراري. ربي يفرج عليهم على كل حال، وربي يصلح الاوضاع. نروحوا شويه مكالمات اخويا المخرج من فضلك، عن بالي هبلتك هاو الواتساب يا خالتي. سي عمر من بومرداس، السلام عليكم سي عمر. الواتساب نورمالمون سي عمر، يا سي عمر ما حكمش سي عمر، نزيدو واحدة لما كانش نكملو نواصلو الحصة خويا. نخرج مواضيع راهي فوق بعضها. هواري، سي الهواري من وهران، أهلا سي الهواري، مرحبا بك. السلام عليكم لطفي خويا. عليكم السلام ورحمة الله خويا العزيز، إن شاء الله تكون بخير. الحمد لله خويا. ومن داك مي بدات ليميسيون تبدا بواحد بوش مح، على بالك كاع صاري في وهران ويقول لك غلط. يا لطفي خويا وين غلط؟ ما غلطش. حنا برواحنا هذيك الكلمه نقولوها بزاف لوهرنا، نقولوا تاع ما تسواش ربع دور وتهضر معايا انا. ماشي غلطه هذه، هضر الصح يا لطفي خويا. وهذاك هو هذاك الشيخ الغوتي وهذاك الغلام اللي هضر طوني في وهران، اقسم بالله يهضر مع الثامني با تكون تهضرت واحد ليك تتودى وتصلي. وحبسوا شحال من مظاهرة تاع هذوك السبورتيرات تاع لامسيو وناس ملاح وهضروا الحق، اقسم بالله. وهذه القضية هذه ماشي تاعنا حنايا، تاع هذوك الشؤون الدينية، تاع هذوك اللي وريتهم بولتويات البارح كانوا في ذاك الجامع، وريت انه لابس شي مبيض تحسب لي زاكتير تاع الرسالة وقلب الصحة يا لطفي خويا. ونورمالمون هذوك زوج مساكن هذو تاع كبيرة لا ما داهمش الحق. وزيد نقول هذا تعاجي اللي قاعد يقول لك غلط وكل شيء، هذا ولد الوالي عندها دوموا ولا طواموا. لطفي خويا حاشاكم كباري هرسوه هو وخو بالله تاع الفوت تاع الفوت. معليش على ما يهدرش
نعم، تدخلت يا اخي، سمعنا باللي الشرطة تدخلت في قضية بقى. احنا على كل حال يا خالتي، احنا ما ناش نجي يعني نفتح الناس ولا حاجة، لكن سي لوار يقول ما غلطش، وهذا مصطلح تاع 4 دور ويعني يقال، ولكن سي فري كو امام وكذا. ان توكا هذا الموضوع يعني. سي ابراهيم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك اخويا العزيز، اهلا وسهلا. اخويا لطفي، ان شاء الله تكون بخير. سي ابراهيم تفضل. بارك الله فيك. هادو اللي يتكلموا على الامام يقول لك الامام غلط، ولا واش من غلطه اللي قالها؟ ما قال حتى غلطه، حضر كلمه الحق. لما قال لك رضوان لازم كتاب من على البليس، الشعب يرضون ودافع عليه، ماشي تروح تهضر عليه هكذايا. هذه وحده. خوتكم كي راكم تقولوا انتم خوتكم في السجون 35 سنه، خموا يا الشعب شويه، خموا اللي راكم على النظام، خموا 35 سنه هما في السجون، ما خممتوش الحراك اللي داوه، ما خممتوش ها الائمه واش داروا. هذا النظام هذا مجرم او باين، انتم خدموا عقلكم باللي هذا النظام واعر ما تنجمولوش. ونقول الاحزاب هذو ما يهضروا على الناس اللي ما خلصوهمش، هيدا كيما محمد داوي محمد قندوز، لا ما يدافعوا عن النظام، دافعوا شويه على الناس هذو. ما انتم ثاني هيا كونوا رجله ودافعوا على الناس هذو. ما يا محمد قندوز تاع تيار، شفت تيار كي صار لها البارح بالسمانه الماء ما عندهمش، وانت تهضر هذا تهضر ضد الشعب وتقول باللي رانا لاباس، انا طورنا رانا درنا. اتقي الله يا محمد قندوز، لا محمد داوي، ماشي راني كسمع نقول لكم حاجه مش مليحه، انا نقول لكم غير دافعوا على الناس هذو. هذا ما كان ديروا الخير ودافعوا عليهم على وجه ربي، خاطر انتم راكم تدافعوا على النظام، دافعوا شويه على الشعب هذايا. الناس اللي خدموا ورد لهم يقتلوا في روحهم، وانت راك تسمع يا محمد داوي خام يقتلوا في روحهم. انت يا محمد قندوز تيار ترابت كاع تشوفها بعينك، على حرام عليكم والله، غير حرام عليكم. خموا شويه ديروا هذا تبون ولا واحد ماهوش يخسر فيه، اقسم بالله ما يخسر فيه. كنت تدخل السبيطار تموت والله ما يجي يطلع عليك، ما يعرفكش والله ما يعرفكش. انا على البلاد تقوا الله يا ناس، خافوا ربي، خافوا ربي في هذا الشعب. هاكو تموتوا تلقى روحكم عند ربي، كيفاش تقابلوا ربي؟ كيفاش يا محمد داوي كيفاش تقابل ربي يوم القيامه؟ واش تقولوا انت دافع لا تبون ولا دافع على ربي؟ دافع على محمد صلى الله عليه وسلم يا سيدي. شكرا خويا ابراهيم، توقفوا هنا خويا المخرج في المكالمات. فوالا يعني سي ابراهيم تكلم وسمى ناس، وحنا معكم في الحلقه جنرال موم بور نو با سيبلي لي جون باسكو ماهمش حاضرين باش يدافعوا على ارواحهم، فهمت خاوت؟ دونك نعتذروا احنا يعني باسم القناه، لانه احنا سي راديو ليبر، سي الناس تهدر واش كان في قلبها، لكن ديما نقول لكم خاوتي معليش، ولو انه ما سبش سي ابراهيم وما طيحش وما قالش مد بركه رايه في هذه الاشخاص، ان شاء الله ما يعني ما يحدثش هذا حرج. نواصلوا يا خاوتي، كيما عم بالكم رمضان قرب، ما بقاش رانا قريب اقل من 15 يوم، والسلطات يعني باش ما نكذبوش ولا يعني ما نتحايلوش، دارت مجهودات كبيره، راح تستورد قلنا اللحم من البرازيل، تستورد الدجاج 400 دجاجة من كل شهر من إسبانيا، ورجعت العلاقات طيبة فقريب رجعت، ولكن للأسف في هذه الأيام تعدلت شوية السوق في اللحم، لكن زادت عودة روشيتات. نشوفوا تقرير، مش أنا ما عم باليش، أنا ماشني في الجزائر خوتي، لكن حسب ما قالوا في القنوات الإخبارية اللي راهم في الجزائر، نبدأوا الصحة بالدجاج. تفضل أخوي. قبل أيام قليلة عن حلول شهر رمضان، سارع التجار إلى رفع الأسعار ضاربين الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة عرض الحائط. فرحة المستهلك لم تدم طويلا، ليفاجأ بارتفاع فاحش في أسعار الدجاج إلى 500 دينار الكيلوغرام، بزيادة بلغت 120 دينار في ظرف يومين. منذ أيام عودة ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء على مشارف يعني أسابيع فقط عن شهر رمضان. ارتفاع الأسعار أرجعه مربو الدواجن إلى ندرة اللقاحات في السوق الوطنية ونفوق كميات كبيرة من الإنتاج أدى إلى نقص العرض، مؤكدين أنه رغم هذه الوضعية إلا أن التحضيرات لشهر رمضان ما تزال قائمة. رغم فتح استيراد اللحوم البيضاء المجمدة وتطمينات الحكومة حول الوفرة، إلا أن التجار يحاولون استغلال الفرصة من أجل رفع الأسعار خلال رمضان. بات من الضروري تجديد الجانب الردعي لحماية قوت الجزائريين. دونك فوالا، حسب الروبورتاج تاع قناة الشروق، للأسف الأسعار رجعت بعد ما طاحت كنترول شوية السوق بارسيالمون، رجعت وقالت هكا تاع التجار وكذا وأسباب ما يستوردوا، لكن
زدنا رجعنا للكاز دي بار هذا في الدجاج، نروح نشوفوا وش يقولوا على الحم ومن قناة النهار. الله أعلم. تفضل خويا. احنا كنتجهوا الاسواق باش نشرو السلعة، تلقاها مرتفعة جدا. الموال يقول لك انا العلف راه غالي، الزرع غالي، النخالة غالية. هو تاني حسن عاونه، وحنا تاني مضرورين. احنا مادام الاسعار مرتفعة في السوق، هو يقول لك مانيش خارج، انا تاني مانيش خارج. العلف غالي والارض هي اللي تشد الغنم. اليوم رانا رايحين اليوم، ما كانش تطور الغنم ما كلتها في الارض، ما عندكش الغنم، عندك وما عندكش. ماذا بهم يشوفوا صوت المواله والفلاح؟ الفلاح راه يعاني من الارض توسيع نتاع الارض، والموال راه يعاني من العلف. الموال ما عندهاش حل، كاع ما عندهاش حل. العلف غالي، ما كاع ما كاع صي انبهض، ما كاع ما عرف كاع ما يدير. الموال راه في خطر. المواطن ما على بلاش بخبايا السوق كيفاش راه دايره. الموال يقول لك راني مضرور والجزرور، والمواطن هو الاخير، هو ثاني يزيد ينضر معنا. سيناريوهات تتكرر كل سنه ونفس الحجج تعود للواجهه، فرغم الدعم الكبير المقدم للموالين من طرف الدوله، غير ان روايه غلاء الاعلاف وتكاليف تربيه المواشي تبقى قائمه لديهم. وراكم سمعتوا حسب هذه القنوات يا خوتي، نفس السيناريو قاعد يتكرر، نفس السيناريو، نفس ربما كان اجتهاد لكن كان فشل. دونك الفشل ربما بسبب نفس المقدمات، كما يقول أينشتاين، راك تعاود في نفس المقدمات تؤدي إلى نفس النتيجة. بريكولاج، حلول ترقيعية، استورد منا شوية كونجولي، استورد من البرازيل، جيبها رقد. لكن الحل في الإنتاج، الحل مش كتجيبها واجدة ساجية شوية من البرازيل في لي كارطون وزيد رجع لإسبانيا، ماهوش حل. أو حل تمبورير وهدرنا عليه، وهذا سوء تسيير. ولما نقوله سوء تسيير يا خاوتي، ماناش ننسبه في البلاد ولا ننسبه في الحكومة ولا نديره في الفوضى، لا، قاعدين نقيمه في مشروع دارته الدولة واجتهدت وتلم وجاب وزير جديد وانطلقوا، ولكن للأسف تحسنت الأمور وقالوا الناس المختصين سيديو بريكولاج وراح يفض، لكن فض في سو ما كانوا الحق الرمضان. دونك حيواصلوا في نفس الشيء، وش نديروا؟ اما نزيدوا نسحتوا من المدير، يا المدير ويتبع في اوامركم. وهذا وش صرا، زادوا راحوا سحتوا المدير هذا تاع اللحوم الدواجن، ما نعرفش هي من وزاره الفلاحه. تفضل خويا المخرج. أن أنهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مهام رئيس المدير العام للمؤسسة الجزائرية للحوم الحمراء الفيار السيد لامين الدراجي، وذلك لسوء التسيير وعدم تنفيذه لالتزاماته الخاصة بتموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء. وتم تكليف رئيس مجلس إدارة من مجمع الصناعات الغذائية والاستكمال إجراءات تموين السوق بهذه المادة الأساسية. شفتوا خالتو نفس الشيء، واش نديروا؟ نزيدوا نصحتوا لأنه عنده سوء تسيير، وهو يطبق في أوامركم. هو مسكينه وخدام، ما هي الخطه؟ دير كذا ودير كذا، يدير 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 ما صلحتش، سوء تسيير، نحيه جيب واحد اخر. واش راح يدير هذاك؟ راح تزيدوا تمليوا عليه انتم الخطه، ويزيد يدير 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 وما تصلحش. وكما قالوا في الروبورتاج نفس السيناريو راح يتعاود، وهذا غير باش يكونتروليو السوق. كاين فشل، كاين بروبليم في مانيشني قاعد نقول لك انني عالم ومختص ونقول لك ما هو الحل، الله اعلم. انا جو كونستات برك، انا قاعد ندير لك تقييم للوضع حسب القنوات. قالوا باللي رجعت الاسعار، وقالوا باللي سوء تسيير، وقالوا باللي نفس السيناريو، ومن بعديك قالوا كالعاده نكملوا السيناريو حتى الدرنيير ابيزود. وشي هو انك تروح تصحت المدير وتجيب مدير واحد اخر ونعاودوا سيزون 2، عاود من الاول وعاود نفس الشيء، وبعديك الدور حتى يبدلوا الوزير، ومن بعديك يعني نبقاو نضيعوا في وقتنا هكا. ما نقولش فلان لا فوت تاع فلان ولا علان ولا الله اعلم يا خاطر، انا مانيشني جاي نحاسب ولا جاي نقول لكم، لكن هذا امر مؤسف مؤسف مؤسف، والانسان عاد يحشم به. ما عليناش، هذا برك حبيت نحكي شويه في موضوع الاقتصاد. نروحوا كمكالمه اخويا المخرج، الله يحفظك، ولا اثنين باش نزيدوا موضوع اخر باش الناس يعني، لانه موضوع بزاف. سي محمد الله اعلم، راح ولا تقطعت؟ قطعت. سي نور الدين من الجزائر، السلام عليكم خويا نور الدين. وعليكم السلام. مرحبا بك سي نور الدين، تفضل. لايم قدامك، تفضل سي نور الدين. والله شوف
فنذكرك كاين هاد المشروعات، المشروعات تاع العصابه هذه. كل مشروع مشاريع. شوف كي تقدم مشاريع، كل مشروع كل حاجه كي تقصد يقدم ولد صغير، زوج حوايج، وحده كبيره وحده صغيره، واش يدي دري صغير؟ يدي الكبيره ولا لا؟ هاد المشاريع تاع هاد نقولوا هاد العصابه ما عندهاش منهجيه، ما عندهاش. نردك الى مشروعين، هذا مشروع تاع الجامع الاعظم الكبير، هذا راه يشوف في الكم، هذه يشوف يقول لك كاين مشروع ثانيك سوق باب الواد الكبير، هذا شوف هذا سوق باب الواد الكبير عندي قصه معاه. قلت للاستاذه سميه طالب في 2018 قلت لها شوفي اللي يحكم باب الواد يحكم الجزائر، وهذه العصابه هذه عقلها صغير، فهمت؟ انا قلت لك كاين كيعطيت لك واحد المثل واحد الخطره، شوف الروح لازم دير قيمه للروح، عندك الروح الوطنيه، عندك الروح الرياضيه، عندك الروح المهنيه، هاد نقولوا هاد العصابه في المشاريع تاعها ما ديرش دارت هياكل بلا روح. هذا مش هذا السوق تاع باب الواد ريبوه، كان فيه المشاكل ومنا عاودوا بناوه، عاودوا كي شنو جا دار شوري شنو وزير الداخليه في 2019 الذي قال على الحراك مجموعه من الشواذ من اشباه الرجال في هذاك التقرير، هو اللي دشن هذا السوق. شحال كانت فتره نقول الانجاز؟ كانت عام ونص 18 شهر، وكتاش كملوه؟ مازال حتى لدرك في 2024 كان من المفترض انه يدشن في 18 فيفري يوم الشهيد اللي زعما علوا عليه في فرنسا، فهذاك النهار هذاك هذا السوق هذا خدموه داروا فيه شحال من ايطاج؟ اربع طرواز ايطاج زيد لهم لاكاف حاشاك. لاكاف هذه لاكاف هذه لاكاف جايه تسميت لو كافي، قال لك الكوافه جايه تسميت لو كافي، كان جزائري سماته فرنسا كافي، فهمت؟ هيا هذا المشروع بربي ان شاء الله ما يتحلش، على بها تبهديله كبيره، داروه كبير. نعطيك مثل، شوف الروح الزاوج كي تزير عليه يموت، تطلقوا يروح، هادو عندهم عقل ما يخممش، فهمت؟ لازم لك. اما زيد نقول لك فيه وداروه دقيقه يا سي لطفيه، دقيقه. هذه نعطيها الاستاذه سميه طالب، يقول لك كاين اول شهيده في الاسلام كانت اسمها سميه بن آل ياسر، يقول لك دقيقه صبرا آل ياسر فانا موعدكم الجن. يعطيك الصحة. يقول لك وكان دم سمية إكسير الحياة فكان دمها إكسير الحياة فتجلت بنية جزائرية تدوس وترفس بالذهبية تسامت جوهرة المغاربية. أما يا سي لطفي هذا نقول واش يحدث، يقول لك عليه شكرا لك يا نور الدين. الوقت نور الدين ناسي لموني يقول لي تخلي نور الدين يهضر بزاف وتروح معاه في الخيط. هاي اخر مكالمه سي فارس من وهران. شيخ لطفي كيراك؟ واش راك اخويا العزيز؟ ان شاء الله تكون بخير. مرحبا بك. الله يسلمك خويا. سريعا بالنسبه للمسجد، حاجه شابه واضافه للجزائر وحاجه مهمه بزاف وسريعا. وبالنسبه للامام هذاك، بالنسبه لي انسان مظلوم وانسان طيب، سمع عليه غير خير ان شاء الله. وزعما يا ريت لو كان ائمه تاع الجزائر ووزاره الشؤون الدينيه يقفوا معاه ينوضوا يهضروا ائمه ثاني يدافعوا عليه، باسكو يهضر كلمه الحق. واما بالنسبه للتجاره وهذ الامور تاع اللحم والدجاج وكاع، يعني هذه النقطة حساسة جدا، باسكو انا عمري ما شفت من نظام متطور ولا الدول الأوروبية، يعني الدولة هي اللي تبيع للشعب، باسكو الدولة الدور تاعها صح. فهمتك. انا هكا تشوف، باسكو راني نشوف دي فوا لي ديبو يبيعوا السميد، يبيعوا الزيت، يبيعوا اللوبيا باسم الحكومة. هذه حاجة بيزار بانت لي انا، باسكو على دور النظام ودور الدولة تهيئ توجد مناشئ باش تحسب المستثمرين
هما اللي تثمروا في الامور تاع اللحوم وتاع الحبوب والامور هادو كاع بالنسبه لي والله اعلم. بارك الله فيك، عندك الحق فارس. ساعات هي تريب التجار، بعد ما كره في التجار هي من عند الدوله ديريكت، ولا التاجر عليه دايره هو، مش فئه من المجتمع يعني. صح، عجب. شكرا لكم على كل حال يا خالتي. عن بالي مواضيع كثيره كثيره، حكيت على المسجد، نعم هذا صراحه كما تكلمنا عليه، حكيت على الامام والوقوف مع الائمه، نعم هذا ابتلاء، حابين نشوفوا الائمه. الائمه لا سول فوا شفناهم تلموا، يعني الله يبارك مع هذاك، يعني وقت بوتفليقه على جال الشهريه يا اخي، باش يزيدوا لهم الشهرين، ستي لا سول فوا شفناهم تلموا يعني للدفاع عن قضيه، ولكن هذا اخوهم نورمالمون، والله اعلم. انا مشني، انا راح نلمد دروس الائمه، ني شوي لوان لوان خلاص. ان توكا كاين واحد اخرى، انا فيديو اثر فيا بزاف، بالك راح نشوفوه ربما، وبالك غدوه نزيدو نعاودوه. سي دي جون يا اخي، دي زالجيريان للاسف هما في الحبس في اوروبا، ورايحين يهجروهم يعني يرجعوهم للجزائر، وهما ما همش حابين يرجع. فبعتوا رساله لتبون، لانه تبون لازم يسيني هذاك اللي سي باسي ويقبلهم عنده، كل ما يقبلش ما يرجعوهمش، ما عندهمش الحق يرجعوهم. فداروا رسالة يعني من أعجب الرسائل، يطلبوا في تبون يعني دي رمزية، الله يحفظك يا عمي تبون، إنك ما تسنيش باش ما نرجعوش للجزائر، ماناشنا حابين نرجع. اسمع ماش يعني، اسمعها خوتي تفضل. السلام عليكم عمي تبون، ونجي نقول لك عمي تبون، حنا انا نفيك هنايا صديتو صولي جون سون بابي، انا في لي انا في فرنسا يا عمي تبون، نطلبوا منك حاجه واحده يا عمي تبون. انا هنايا انا عندي 7 سنين غربه، حبيبنا منا عنده 5 سنين غربه، حبيبنا منا عنده 3 سنين غربه، من اخونا عنده 5 سنين، منا عنده 10 سنين منا غربه، منا 6 سنين، منا خويا عنده 7 سنين. انا عندي فرنسا يا عمي تبون، يا عمي تبون نقول لك حاجه، ما نسيناش اللي سي باسي، راه داخل رمضان يا عمي تبون. عمي تبون ما شوف، ما ناكلو في الحلال، انا كنت ندير غير الحرام، غير الجيفه يا عمي تبون، والله غير الجيفه يا عمي تبون. اباك ما كاش باش نشوفو يا عمي تبون. عمي تبون شوف هنايا، هذه الماكلة هذه عمي تبون، هذه الكب ما ياكلهاش يا عمي تبون، والله الكب ما ياكلهاش. شوف يا عمي تبون ها، شوف كيفاش يشربوا قهوة يا عمي تبون، شوف لي سانيتار عمي تبون، عمي تبون هذه سانيتار، هذه عمي تبون شوف هذه سانيتار يا عمي تبون، هذه الدوش، هذه كيف يدوش فيها يا عمي تبون، شوف طوالت يا عمي تبون. شوف يا عمي تبون، مي ما عندناش نورمال، حنايا رانا حمدين ربي، حنا حمدين ربي، رانا صابرين معاهم هنايا، راهم حقرينا، بصح هنا اش كاين ربي يا عمي تبون، كاين ربي، ربي سبحانه، شطا في ربي، أنت ما تسينيناش باكي سي باسي يا عمي تبون، خلي ولادك هنايا في أوروبا، راهم هنا في فرنسا، قبضينها، انطلي في ماليهم في البلاد يا خويا، كاع 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 خويا، كاع خويا، 40,000 50,000 عمي تبون، أقسم بالله، حنا مشينا نقول بلي رانا مقبولين، حنا صح، حنا ما راناش مقبولين. مي في لها سونتر، هذا سونتر هما قاضينا بزاف، حنا برا ما نغبروش عمي تبون، ناكلوا غايه ونردوا غايه، انا مش كاينين مش عارفين عمي تبون، حنا في النهار نصوروا 3 مليون هنا في اوروبا، عمي تبون راه معاملنا غير لي زاجيريا لهنا عمي تبون، على عمي تبون لي سي باسي واجد عليهم 3 سنين عمي تبون، حتى رانا محترمينك عمي تبون، ما تجيبوش لي زاجيريا، حنا رانا ما تجيبوش لي زاجيريا، ما تجيبوش ليش شنو خير منا عمي تبون، قال لي زاجيريا خير منا، لي انا غير لي زاجيريا، بوكو خير لي زاجيريا، علاه ما ندير والو عاقلين ها، ناكلو نرقدو ما نطيحو لهم ما نصبو عليهم والو، عندي فينا الدين راه مرضينا، عندي جغرير نديهم لي بهلوني. 600 مليون عمي تبون تحوش ترجع لي البلاد، ريسكي بحياتي وين نرجع ما رجعش يا عمي تبون، عمي تبون عمي تبون دراهمي انا ضربت الشهر لهنايا دراهمي، ريسكي في البحر الرام دراهم، شهر قبل شهر برا قذبوني عمره عندي انا عندي 19 عام جابوني لهنا صندر شهر برا 150 مليون شهر برا عندي تبون عندي 18 طون مينار هو صغير هو وليان انا سبينار 14 جيت هنا عندي دي كون تاعي بومبي صافي 3 سنين نقرا معاهم صاحبي جابوني لهنا صندر بزاف بزاف بمرضونا اخويا يلا مار يلا مار يلا مار شفتوا اخواتي والله يعني هذه وحدها حصه اخواتي يعني سيدي جونز الجيريان حنا نتفهموهم حاب يعيشوا حياه افضل ماشي الخير اللي جابهم لهنا المساكن وسبع سنين وربي يفرج عليهم وربي يسهل لهم ان شاء الله وكان اللي تعب وخدم لكن يطلبوا في الرئيس دير مزيه ما تخليناش نرجعوا ما نقدوش وصلنا وبعدين كنزيدوا نرجعوا واش نرجع ندير لي نورمالمون هو كرئيس يعني خدمته مش غير يسني اللي سي باسي خدمته
يرجع الامل للشباب، الناس تعود تحلم وتقول والله نرجع لبلادي نخدم. تخيل يفضل الحبس، معليش حنا لهنا في الحبس، ما تخليناش حنا بيا، ما تخليهمش يرجعونا. يعني هو يعني طلب محرج، يعني طلب عجيب عجيب. يعني تسمك شغل رئيس البلاد قاعد تقول له باللي راك الله غالب، تسمى البلاد اللي راك ما كانش ما نجحتش. هذه واش قاعد تقول له؟ لانه كون نجحت وعدل البلاد نرجع بالفرح، نقعد نحاول فيك نقول لك راني نرجع. لكن هو في الحبس يقول خلينا نبقاو لهنا، معليش معليش ما تسنيش برك لي سيب معاه، رانا نخدموا لهنا ورانا ترونكيل ورانا اصلا صرفنا صوارد باش خرجنا. يعني سي بارادوكسال عمالك، لانه الرئيس نورمالمون يعني كما قلت لكم، يعني تقول له يا الرئيس يعني احنا حبوا هما يحبوا بلادهم اكيد، لكن الله غالب الوضع. كيف قال له الاخر، راني في اليوم انا كي نخدم بقيمه الجزائر نجيب 3 ملايين في اليوم في اليوم في اليوم، يعني يدي مثلا 150 يورو وسافوار واش يخدم. فانتك في الجزائر تعجز انك تمدها لي حتى للخدام بعد، وهي اذا عنده شهريه تجيه كل شهر. فساعات فيديوهات كما هذه خلطي، يعني ما انا ما نحبش نسيب لي ليجون ولا نستغلها ونقول للبلاد نو، سي ان كا اللي يعكس لك الاتموسفير والوضع، يعني كيف يخموا الناس. سي تريست هذه بلادنا، ونتاسفوا انه الجزائر هكا، وماناش نقولوا فيها بالشماته كما يقول الاخر، ابدا نقولوا فيها باسكو دابور لي جون غايضينا، والوضع تاع البلاد دونك هذا يعكس الوضع تاع البلاد. ماناش قاعد نشفها ونقول ها وهلك ها ما يصلحوش ولا شيء نسب، سي با مورول. ربما متدخل يقدر يدخل ويقول هك، لكن احنا نقول كيف 4 سنين عهده كامله الامل لم يزرع في، على الاقل نوسراتكو فيها دم برك لي جون اللي يفضل انه يبقى في الحبس وما تسينيليش نبقى لهنا وما نهودش. ونرفض اني نهود، راك تقضي على حياتي كنت تقول لي نهود. عجب يا خاتي، شوفوا جانب اللي عايشين في الجزائر كيف راهم عايشين. تفضل خويا نبقى الفيديو ولا الاخير. انا دوكا تروح هنا كل شغالي كل شغالي، قال لي المسكين يبدا واش ديرو 3 ملايين واش ديرو 4 ملايين واش ديرو سوا يخمم الاناره ولا الكرا ولا هادي ولا واش يشري، ما يقدرش شهر تاع رمضان ما يقدرش. زعما على الشتاء البرد، قلت والله غير كي تجي الشتاء والله ما نخدمو. البارح لو البارح والله ما خدمت خويا العزيز. لي جان هذو اللي كتشوف فيهم كاع كبار مساكن تحت الحيوط وحده، والحوانت راهم مغلوقين ياكلوا فيهم غير راشيين. حلوا لهم الحوانت، حلوا لهم الحوانت يخدموا كي تشوفوهم هنا اروحوا لينها. دوك هما دوك هما راهم دايرين لهم واحد الشوشاره مساكن، ما يطاولوا لهم حوانت ما يطاولوا لهم حاجه، خلاوهم غير مباردين مساكن، راهم غير في الطرق مرميين. لازم يعطوهم الحوانت، لازم يحيدوا لهم حل هذا اللي جا اللي راه في 1600 هذه راهي ميته ميته ميته. مالغري سا نأمنوا في مستقبل افضل لي خاوتي، وان شاء الله الامور تتحسن وتفعلوا خير، وما نقنطوش من رحمه ربي، وندعيوا بالهدايه وربي يهدي هاد الناس باش يصلحوا البلاد وربي يصلح العباد. وشكرا لكم على المتابعه، ونتلاقاو غدوه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.